مملكتنا الحبيبة يا السعودية، عز وكرامة وطيبة يا السعودية، ولو تغيبنا عنك يا السعودية بقلبي انتي قريبة يا السعودية. يا وردة غمضي يا وردة، هاي الغنوة الحلوة بدنا اليوم نغردة. لا 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 وردة لما نسقيها من الزهور بنرويها وتزهر أحلى الزهور واللي بيفرح فيها. وردة لما نسقيها من الزهور بنرويها يوم جديد وجولة سياحية جديدة لفرقة طيور الجنة هنا في متحف الراقدي في مدينة أبها البهية، اللي تخلي العجوز صبية. احنا وياكم مع كل النجوم الحلوين راح نمشي ونشوف متحف الراقدي في أبها في منطقة عسير، ومنه ننطلق إلى الجبل الأخضر ونطلع في التلفريك ونعمل جولة جميلة معاكم. كونوا معنا حتى نستمتع إحنا وياكم في أجمل اللحظات مع نجوم طيور الجنة، ويلا معنا. طبعا هذا بداية المتحف، بداية اللي طويل حياكم الله. هذه طبعا بيوتنا حوالي قبل 40 أو 45 سنة، هذه بيوتنا وبيوتنا نستخدم الحاجات الطبيعية كلها، الخبز طبعا المنطقة الزراعية، احنا كل المحصول الزراعي طبعا هذه الريحة اللي يطحنون فيها الحجر، ومن بعدها أدوات الطبخ اللي هي القديمة كلها فخاريات وخشب طبيعي من أجود أنواع الخشب في المنطقة اللي يسمى شجر القرب. هذا جميل ويعمر لآلاف السنين وصحية. هذا طبعا الدلال العربية اللي عندنا مصنوعة باليد من الرسلان والبغدادية والقرشية، أقدم الدلال وصناعة محلية. كيف أمورك يا أخ العرب؟ والله الحمد لله بخير يا أخ العرب. قل لي أين وضعت الجمل المرسيدس؟ جمل المرسيدس لقد صفطته على الشمال خلف الخيمة تحت الظل. هو صافط هناك؟ نعم صافط هناك. قل لي الرسالة التي جاءتك مع الحمام الزاجل من الآيفون هل وصلتك سريعا؟ والله لقد كانت الشبكة ضعيفة فتعثر الحمام الزاجل في الهواء فتأخر قليلا. كيف كانت جولتكم يا براء في متحف الراقدي في أبها؟ والله جولة لطيفة وظريفة. صراحة شغلات حلوة، يعني شغلات في 100 سنة و90 سنة و150 سنة، حلوة كتير يعني آثار. إيش أكتر شيء أخذ انتباه براء في الجولة؟ أكتر شيء كان في المخطوطات الدراسة اللي كانوا يدرسوا عليها مكتوبة على جلد غزال أو شيء، هاي لفتت انتباهي كتير. شلون كان حين يشوف العلم أي درجة مهتمين فيه، حتى كان في جهد كبير حتى يكتبوا ويوصلوا معلومات مهمة كتير. هاي أكثر شيء عجبني يعني صراحة. إيش يا أبو خالد كيف الوضع؟ حلو. لفيتوا انبسطتوا؟ طبعا. شو أكثر شيء عجبك في الجولة؟ العملات السعودية القديمة كيف بدأت وكيف صارت؟ يا ديما اعطيك العافيه. عافيك. قاعده جوا الخيمه. حلوه حياه الخيام؟ حلوه. شو حلو فيها؟ هيك انك تحس حالك شعبي يعني. رجعت لأصلك. ايوه بالضبط. كيف هذا جعد الخروف؟ بجنن. تخيل هلا الخروف يرجع عن جد طبيعي شو بصير؟ لا ما بتخافي عادي، وجنى هي راكب عليه درقن. مبسوطه؟ يلا انا عليك يا جن عصومي، كيف كانت القهوه الساده اللي شربتها؟ يلا صبوا هالقهوه وزيدوها. هيل. كانت جولتكم في متحف الراقدي في ابها حلوه؟ انبسطت فيها؟ اكيد. خلينا نشوف ابو عمير. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ايش اكثر شيء شد انتباه عمر في هذا المتحف؟ والله استمتعت في الاواني المصنوعه من جذوع الاشجار، يعني من 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 ايوه من غاده، من جذع الشجره بيعملوا اللي هو بيقدموا فيها الطعام للضيوف، فهاي صراحة كانت رهيبة جدا. يلا وإحنا وياك أكيد مع مشاهدينا وحبايبنا الحلوين راح نتابع ونكمل جولتنا في المتحف، ويلا معنا.
حبيب محمد بشار يعطيك العافية. الله فيك. كيف حالك حبيبي؟ انبسطت في الجولة؟ يعني جولة جميلة تعرفنا فيها على التراث العسيري. ايش اكثر شيء محمد يعني عجبك في هذا المتحف وبالتراث العسيري؟ عجبتني الجلسات تبعتهم، البيوت اللي فيها كثير حلوة، بسيطة هي، هيك حلوة البساطة فيها. عجبتك البساطة؟ تحب البساطة؟ ببساطة بساطة خليها. لو الله يشاركك. هلا حبيبي براء، هلا والله كيفك؟ والله تصب لي شوي من العبساوية. يلا لحم لحم من بلدي على كيف كيفك. مرتب؟ ايش مرتب؟ يلا دقيقة بس. دقيقة. حتى لو إبراهيم السلاوي هون يا رجال كان احنا طبخنا له وطعمنا كلنا. السلام عليكم. سلام. جبنا سيرة البطل اجى نط. احنا تقريبا صح. شو جاي عبيده من هذا المطبخ العسيري؟ هلا عاملين شويه لحم اللي هو البرمه. هاي البرمه وبدنا نطعمي عمك براء عويد شويه لحم. جعان يا براء؟ والله ما يتجوع اليوم. اللحم العسيري واللحم اللي في البرمه بيطلع طعام شيء لذيذ. خلينا نشوف ابو الوليد، ما انك انت عم تطبخ، احكي لنا ابو الوليد عن هذا اللحم. والله هذا اول شيء لحم بلدي طبعا، من الخرفان اللي عندنا كانوا موجودين بالبيت جنب البيت. ام الوليد قطعتهم وجهزتهم ورتبتهم بعد ما ذبحنا انا ومحمد بشار. ذبحنا محمد بشار خلوه، بس محمد بشار اكل نصه هو طبعا مش مستوي كان من الجوع. عرفت كيف؟ اللحم على الغاز ولا على الخشب؟ لا على الخشب طبعا، اللي هو هذا اللي هو لا اللي هو اللي شوي كان حرق يا براء. براء لا تنحرق، هذا ما في حرق الحطب. احنا طبعا بنولع الحطب، بنولع بنستخدم هذا من فخار طبعا صناعة محلية طبعا. ايش مرتب؟ كيف كانت الجولة في متحف الراقدي في عسير؟ رائع والله، بجنن صراحة. يعني في اشياء تراثية جميلة، في افكار حلوة، في تصاميم رائعة. كمان المشرف على المتحف كمان عنده ابداعات شخصية بجنن كمان، فبصراحة كانت جولة بجنن. كاميرا طيور الجنة استطاعت ان تلتقي بالسيد محمد الراقدي المشرف والمصمم والقائم بكل شيء في هذا المتحف، حتى نسمع منه كلمة سريعة عن هذا المتحف، متحف الراقدي، بالإضافة إلى كلمة عن زيارة طيور الجنة. مرحبا سيد محمد، ويعطيك ألف ألف عافية. مرحبا بكم، والله يحييكم في أبها، وأنا سعيد فعلا بزيارة طيور الجنة المتحف الخاص. المتحف طبعا هو حلم منذ الصغر، والحمد لله حققت جزء منه تراثنا العسيري، وكان لي الشرف العظيم أن أستقبلكم وأستقبل الفريق الحلو اللي اليوم في هذا المتحف. مرحبا فيك، بالعكس هذا شرف، لأننا سمعنا أنه كل شيء بالمتحف هو عمل يدوي بإشرافك أنت وبشغلك أنت، فتعرفنا عن هذا. نعم، هذا طبعا كان حلم الطفولة، هو أني أعمل متحف خاص بمتحف سعودي 100%، وفعلا أنا على مدار 4 إلى 5 سنوات قمت بعمل هذا المتحف، والحمد لله وفقت نوعا ما، وإن شاء الله مراحل القادمة تكون أفضل. عانك الله، وإحنا باسم طبعا نجوم طيور الجنة ومشاهدي طيور الجنة بنحكي لك يعطيك ألف ألف عافية، ومنها بإذن الله لمتحف عالمي أكبر بإذن الله. الله يحفظكم، حياكم الله، شرفتونا وشرفتوا عسير كاملة. شكرا، شكرا جزيلا لك. شكرا. من جانب القصبة وبئر الماء ومن أمام البيت العسيري كنا نحن وإياكم جولة هنا في متحف الراقدي في منطقة عسير في أبها البهية مع فرقة طيور الجنة. كنا وإياكم في هذا التقرير الجميل، وأكيد حنتابع معاكم بقية تقريرنا في التلفريك والمناطق الأخرى. إلى هناك، يلا معنا.